Hello. 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 عم بتهنس ال ار دايركشن عم تعملي. وين بدك تصوري؟ بالهيدا بالطبل. مرحبا خيو، كيفك خيو؟ مرحبا خيو، كيفك خيو؟ مرحبا خيو. بدي اخبركم خبريه يلي هي انه هيدا مفروض اخر ويك اند بنقضيه مع بعض كعائلة بهيدي الصيفية اللي كانت كتير حلوة. هيدا آخر ويكند بنقضيه مع بعض. وين نحنا؟ أكيد حضرتو الحلانية. الحلانية عنا بالمزرعة بالضيعة بالبقع. فإذن هيدا آخر ويكند، مبارح جينا بالليل وصرنا كل نهار هون اليوم. وفي شيء تاني كمان، إنه مش بس آخر ويكند، بس آخر ويكند لدانا في لبنان. لا عم تبكي، ما جد عم تبكي، لا عم جد لا عم تبكي. زعلانة؟ زعلت؟ شوفوا عم تبكي. حاري عم دندوني. انت عم تبكي لا عم تبكي. لا عم تبكي انت. انا صراحه صعبه ابكي قدام الكاميرا، يعني ما بتنزل ببكي بس لحالي. ايه بس نزلت. الواحد بيكون بده يبكي بحس حاله رح يبكي مثلا، بصير يعمل تمه هيك هو عم يحكي. ايه يعني بكون مثلا بدي انا شو بدي ماريتا انا هيك مثلا عن جد كذا مره بتصير مثلا بتقول لي يا ماما انا شو بكي في انه لا مو في من المدرسة. مرة رحت عند المديرة، كان في شيء ما بعرف شو، بلشت اعمل له هيك كثير تحت لان صار تمي انا عم بحكي. ف مش بس انت عم بكره كل العالم عن جد كذا. ما انت يسالوني شو بكيت هيك كل الناس هيك بيحكوا هيك. مو عن جد غريب كثير، يعني مزبوط لما بحطوا انه الفرح هيدا بيكون هيك الزعلان لتحت. لا مزبوط. Anyway، نرجع على موضوعنا. موضوعنا انه دانا مسافرة. ليش مسافرة يا دانا؟ فيك تحبي تخبرينا؟ رح اعمل ماسترز تبعي بفرنسا بباريس، ورح اشتغل لك اختي، بس اكيد رح تجي لعند ديوان زوريني. انا اصلا اصلا اول جمعة لها. هلا هي مسافرة ب 16 الشهر بتسافر، انا بلاقيها بعد شي 6 ايام لانه انا عندي شغل بابو ظبي. بلاقيها من هنيك على وين؟ على باريس. سنقضي كم يوم مع بعض لتفوت هي بعد بالجو هيك وتحس حالها انه قادره تعيش لحالها. فرح كون انا هونيك، واكيد اكيد يعني كل هالسنه ونص اللي هي حتكون فيها هونيك، يعني رح ضلني طلتي عليها روح واجي روح واجي. وبحس حتكون سنه حلوه لنا، يعني رح ننبسط فيها لنا. سنه حلوه لأكد لك انه انا رح اكون معك، فرح نختبر الحياه بطريقه جديده. على فكرة إذا لاحظتوا لابسين اليوم أشياء بيشبه بعض، هو إنه هي أنا لبست أطول. أوكي أنا أنا لبست هاي مقطوس. واو. لا بس بدي أخبركم شو أنا عم بتعمل أوكي، بس بدي أخبركم إنه هول اثنيناتهم أنا جبتهم معنا. أنا لا شوفوا شو امبارح طلعنا بالليل لهون. نحن ما كنا طالعين انا ودانا، كانوا طالعين امي وبيي وخيي. فنحن قلنا انه عزمنا ينبسطوا اهلنا وانه نطلع كلنا مع بعض نقضي هالويك اند سوا، انه هيك ما عندنا شغل وما في شيء ويك اند، يعني اليوم نهار احد. فقلنا يلا بنطلع. طلعنا اخر الليل وانا حدا كثير بطيء لدب غراضي، فكنت عم ضبدي بغراضي وما بحب انه ما بعرف حالي شو رح يكون مودي ثاني نهار، شو عبالي البس وشو اخذ معي. فقعدت حطيت شو ما كان هيك بالشنطة، ودايما دايما بتثائب انه بنوصل وانا شو بنقي البس؟ جاب اختي دايما. فهي جابت هاي. مش بس شو بنقي البس،
شو بتشتري دانا؟ مالتها بتلبس. شو بتشتري دانا؟ مالتها بتلبس. بس لا سارة يعني عم بتجيب قياسات صغيرة كتير علي ما عم تعمليها قصة شكلك اكس اس. بس ضعفت حالها تقدر تلبس. يعني هلا صرت يعني لا عم بقدر البس تياب اختي لانه شوي بيكونوا اصغر ولا اقصر ولا هيك، وتياب امي صاروا اكبر مني فصرت انا بالنص هون. هلا بفرنسا بنروح نعمل شوبينج. لا كان ناخذكم معنا. ذوقها بالتياب فظيع. لا شو ذوق؟ بقول لهم انت كيف تياب تشيون لارج؟ يا متى هول كبار علي كبار عليك انه مين حيلبسهم؟ ترجع ما تضيقهم انه من الاول اشتري سايز مظبوط. لا مثلا الجينز انا كثير قليل كثير قليل ما البس جينز لانه كثير بضيق لي خلقي بيعصرني كثير وبيضايقني ما بعرف انه كثير بحب البس هيك ليجينجز تي شيرت هيك واسعين مريحين. فهو الموضوع كان انه جينا على الحلانيه وطبينا اغراض. دبيت انا هات تي شيرت وهات تي لا طلعت فيها طلعت بها ودبتها انه فانا الصبح وعيت وهيك واخذت ها قلت يلا بعدين قلت لها بدنا نلبسها هيك نطلع ماتشينج مع بعض. شو كمان هلا وين مصيبه انه وقت اسافر واخذ معي اغراضي وما يبقى لنا شيء تلبسه. لا ما بتلبس تيابا. لحظه نتفق على موضوع في ورشة بدها تصير. هنعمل ورشة ما بعرف شو ورشة رح نعمل أزمة انه هلأ دانا مثل ما قلنا مسافرة مهاجرتنا لسنة ونص فأنا ودانا كتير ويشير التياب مع بعض والغراض مع بعض. فهون المشكلة انه لما بدها تدب غراضها هي شو بده يصير انه رح نتخانق شوي كتير لانه بدنا نشوف كيف نتفق لانه في غراض في غراض كومن في غراض لا هي متخانقة عليها بده يلبسها بس هلا في ما انت بده يخدع يعني بعد نختفى يعني سنة ونص رح البسها. لا مش سنة ونص رح خبرك شو رح نعمل بتصير نتبدل يعني بس يعني بس جاي تاخذي غراض بتجيبي لي اوكي خلص حبيت الفكرة هيك بحمل ساك انا مثلا ثلاث شهور بترجع انت بتحملي اوكي ضابطة حلوة. بدي انا قبل ما تفلي تشك شوف الشنطة شكلك رح تاخذي قصص بلا ما اعرف كيف على المطار بدي اوقف انا على باب المطار قبل ما تقطع الشنطة بدي انا شو استبراد انا غير محل. لا خلص لا حلو هذا المحل طيب هيداك هونيك هونيك حلو هون ناخذ صورة صوري يعني. انا يا حبيت كيف ناخذ صورة هون صار كلك حمرة يا ياه كثير مهضومين يا الله دانا انا كثير متعلقه بدانا يعني انا دانا انا ودانا كثير معلقين لهيك انا حاسه حالي من العنتر انا انه انا بطلع من هون انا ودانا معلقين فانا ودانا كل حياتنا يعني من نحن وصغار لهلا عن جد على طول سوا يعني حتى رفقاتنا هن زيتهم دانا اصغر مني بسنه بس انه انا ودانا عنا نفس الرفقه ونفس الظهرات ونفس المشاريع. هلا اكيد عندي اشياء تبعي لحالها وهي عندها رفقاتها وعندها حياتها يعني بس انه نص وقتنا سوا عن جد لحالها. لك هي نامت ولا لا؟ انا بتحكي انا رفقاتي على فكره بحكي كثير عن جد بحكي لا بس حدا يسالني سؤال خلص روقي خذي نفس ليك انا ليك عم لقى مش قادره اقعد فانا هون مش زعبت انت ليه قاعد هيك لورا انا لقنتين انت بروقي خليك لقلك. فهيك حبينا نخبركم اليوم و ان شاء الله تكونوا حبيتوا هالفيديو ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. انتوا قولوا لنا شو رايكم واذا في شيء مثلا فكره بحبوا اي انا عن جد ركبت هيك هذا هون اوكي كان بدي اقول لكم شيء على فكره انه اذا عم تحبوا الفيديو اللي انا عم نزلهم اذا حبيتوا هذا الفيديو لايك سبسكرايب ودول نوتيفيكيشن كرمال كل ما نزل فيديو تكونوا اول ناس تحضروه. واكيد اكيد اذا في عندكم حيلا تعليق او حيلا شيء بتحبوا تقولوا لي او عندكم افكار جديده او اي شيء اكيد اكتبوا لي اياهم تحت بالتعليقات كرمال انا اقدر اعرف اكثر انتم شو عم تحبوا وشو عبالكم تعرفوا وشو عبالكم تشوفوا وتعرفوا عني اكثر وهيك بخبركن. يلا باي نحن رح نكفي هيدا الويك اند. باي باي بنحبكن كتير كتير كتير.